زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا، وطوبه مش عاديه دي، طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانية واحدة. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنة وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكاية دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. اعترضني من اسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه هربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد اطمين يا حسرة اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقولك اي الم. انت كده هتروشنا يا عم سالم. انت جاي مضروب خلقة في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينة. ايه ده؟ هي جريمة قتل. اجري انا اجري، مش عاوز انا عالم المخدرات وعالم النيلة. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق. شفت بينط من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعناية جديد. شيتك من هنا يا زكي. ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجة بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال الناس اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي ايوان. الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. الشوفير زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيب. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. انا ما كنتش يعني ما كنتش عايز اطلع، بس قلنا الجماعه تحت مصرين ان انا اطلع. قلت اشوفك جايز محتاج حاجه ولا بتاع. استاذ حرامي اوعى على اسمك. اوعى تتحرك. سبحان الله، ده انا واقف بقالي ساعه بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. انا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مساكي قدها وقدود، بس سعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوف هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيفني جرام بروبلام كاسكليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور لا يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك. عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا ازودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوس يا والله. وحش. ابوس. هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي.
بيت زلومتك يا بس افرض انت كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه ورحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل جاي تنزل خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي اضرب كمان قفلهم لباكو باكو. اضرب كمان عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر واقف دي كده خساره. خساره قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها